يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الإمام الحسين بحب الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله جل في علاه كرم الإمام الحسين منذ نعومة أظافره أنه سيكون شهيداً لأجل هذا الدين الإسلامي، سيكون شهيداً لأجل رفع هذه الراية، راية الإسلام. فكان إصلاحاً، كان صحوة، كان ثورة ضد مشروع أموي جاء بالظلم وجاء بكل أساليب التضليل عن حقيقة الدين النوراني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على طريق المشاية في هذه الأيام المباركة في الأربعين، في هذه الأجواء الروحانية، نحاول كلنا أن نلتمس ونفهم معاني هذه الثورة الحسينية. لم يخرج الإمام الحسين لا أشراً ولا بطراً، ولم يخرج مفسداً، ولم يخرج ظالماً كما قال في قولته لما خرج إلى أرض كربلاء، بل قال: إنما خرجت للإصلاح في أمة جدي. كثيراً ما ضللوا عن حقيقة ثورة الإمام الحسين. نريد اليوم أن نعرف هذه الثورة وحقيقتها من عيون مسيحية في البداية، وكثير من العيون الأخرى على طريق المشايا. نرحب بالأب الراهب أنطونيوس حنانية من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيفكم أبونا؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. الحمد كيف لله. الزيارة هاي؟ نشكر الله. كل شيء تمام؟ الحمد لله. عجبك الطريق؟ مرتاح؟ مريحة وممتعة. ولعلها الروحنة مش يوم ثاني صح؟ الروحنة في القلب. الحمد ويشعر لله. بها الإنسان المؤمن. الحمد لله. أهلا وسهلا بحضرتك. أقدمك قليلا لمتابعينا. الأب الراهب أنطونيوس عنده 13 شهادة بين ماجستير ودكتوراه في علم اللاهوت، في علم الفلسفة، في علم الاجتماع، في علم النفس أيضا. جدا متشرفين بوجودك معنا. ونحن أيضا. أبونا، أول شيء خليني أعرف علاقتك بالإمام الحسين. أنت اليوم جئت مشاية على طريق الإمام الحسين من النجف إلى كربلاء، ولكن أنتم في حياتكم مثل ما عرفت واطلعت على سيرتكم الذاتية أنكم مررتم مشاية على طريق الحياة في علاقة خاصة مع آل البيت وعلاقة خاصة مع الإمام الحسين. نحن في فلسطين لنا علاقة خاصة مع أهل البيت والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نعتبر هذه العشائر العربية الفلسطينية التي نزحت من حكم الرومان واليونان ذهبوا إلى الجزيرة العربية، وكانت هذه المودة والعلاقة الطيبة بيننا وبين رسول الله وبين السيدة خديجة عليه السلام، وكان يؤم أديرتنا ورهباننا. ولذلك السبب نرى آيات في القرآن الكريم يتحدث فيها عن قداسة الرهبان، ولذلك السبب نحن معنيون بهذا الإسلام الأول، ونحن معنيون بهذه العلاقة والمودة، ونحرص على الإسلام والمسلمين من كل شيء دخيل ومقتبس. لذلك السبب نحن نعتبر أن مهمتنا هو الحفاظ على هذا النوع من الإسلام الذي عايناه وشهدناه واختبرناه. فهي مسيرة آلام، كما نرى هي مسيرة آلام في تاريخ المسلمين وخصوصا في تاريخ أهل البيت. لذلك السبب نحن نتألم اليوم كشعب في وطننا، وندمج هذه الألام بألام الإمام الحسين عليه السلام. لذلك السبب نرى أن هناك قاسما مشتركا بيننا وبينه. بسبب المودة الأولى والعلاقة الأولى. أنا أول مرة أبونا، دعني أقاطعك، أسمع من أب راهب مسيحي يتكلم عن علاقة خاصة مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومع السيدة خديجة بالذات. يعني حقيقة أول مرة ما سمعت أنا هذا الأمر سابقا. وكثير من المسلمين لم يسمعوا عن هذه المودة التي كان يؤم بها أديرتنا ويجلس مع رهباننا ويأكل مع رهباننا. هل هذا الأمر توارثتموه؟ أين هو هذا التقليد المكتوب؟ نعم. ليس مكتوبا. نعم. ولكنه حصل. نعم. ونحن يعني إن كان ليس مكتوبا، أنتم كيف توارثتم هذه المعلومات أنه كان يجلس بدياركم إنها تاريخ الكنيسة قبل الإسلام. نعم. وهذا ما ورثنا. نعم، جميل. وطبعا أبعد عن الساحة، والذي أبعده عن الساحة
هو الذي فتن بالمسيحية وفتن بالإسلام. تمام. إذن أنتم على طريق حياتكم مررتم وبحثتم عن حقيقة آل البيت وبحثتم عن حقيقة الإمام الحسين. نعم. بالذات. نعم. هل ممكن أن أعرف بداية البحث هذه وسيركم إلى آل بيت رسول الله بالبداية ثم إلى الإمام الحسين كيف كانت؟ البحث كان بالحقيقة بحثاً نحو السامية الحنيفة. جميل. وهذه السامية الحنيفة هي التي فقدناها في الكنيسة الفلسطينية، ونحن نعتقد ونؤمن أنها ذهبت إلى الجزيرة العربية. وهذا البحث الذي نحن في بصدده. هل تظنون أن ذهابها للجزيرة العربية مر برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو الذي مر بنا، نحن لم نمر به. هو الذي مر بنا. يعني هو الذي مر بنا. يعني بي 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 هو الذي جاء ديرتنا، وهو الذي يعني هو الذي أمضى الأوقات مع رهباننا. هو صلوات الله عليه وآله وسلم كان حبا لكل من أحاط به، لليهود، للنصارى، ولكن لكل. ولكن قبل الدعوة كان يأتي بتجارة السيدة خديجة عليه السلام، وكنا نستقبله ونحبه. جميل جدا. ما يعجبني فيكم ونتأكد أنه يعود إلى المدينة وإلى المكرمة وإلى مكة. نعم. إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه وصل بسلام. جميل. وبخير. طيب كيف وصلتم إلى الإمام الحسين في طريق حياتكم؟ وصلنا إلى الإمام الحسين بالحقيقة عندما شعرنا أن سيرته ابتدأت تظهر مجدداً إلى العلن في أوقات يعني نرى تقدم الإعلام والتقنيات في العالم، فأصبحنا نسمع عن هذه الأمور. ولكن أنا كرجل، يعني تسمعون عن الأربعين، تسمعون عن عن العاشوراء. صحيح. تسمع. صحيح. ولكن أنا كرجل دين يعني صادفت وعايشت شيعة قبل الثورة الإيرانية، وكانوا يعرفون في لبنان لأنه نحن تركنا فلسطين في 48. نعم. فالشيعة الذين كانوا في لبنان كانوا يدعونهم المتاولة، وقال من الولاية. الولاية أو أيضا الذين يموتون أولياء للإمام علي. للإمام علي عليه السلام. الولاء له. نعم. فتعرفنا إلى هذه شريحة من الشعب اللبناني، هذا شعب لبناني. جميل. ومعظمهم من جبل عامل، يعني من المناطق التي من جنوب لبنان أمها الشيعة منذ زمن طويل. نعم. فهؤلاء عرفوا بالتواضع والبساطة والصبر، وعرفوا وجدتم فيهم خصال خاصة بالإمام بالسيد المسيح، الطيبة، التواضع، وكانوا يعني كانوا يذكرون الإمام الحسين عليه السلام. عليه السلام. فنحن نجل كل من قدم تضحية أو فداء أو عملا صالحا في هذا العالم، ولكن كما قلت في البداية نحن معنيون بكرامة هذه البيئة، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام الحسين عليه السلام، نحن معنيون بكرامة هؤلاء، معنيون بكرامة وجودهم. ما سبب عنايتكم بهذه الكرامة بالذات؟ جزء من شعبنا، جزء من عشائرنا، جزء يعني وطنيتكم الفلسطينية هي التي كانت الرابط أو قرب يمكن سيرة الإمام الحسين من السيد المسيح. الوجود الروحي، الوجود الديني، الوجود التراثي التاريخي. نعم. يربطنا بهم، هناك رابط بيننا وبينهم، ومن يعني فسخ أو أبعد هذه العلاقة هم يعني آنذاك الرومان واليونان. نعم. وفي أوقاتنا لهذا قلت منذ قليل سامية الكنيسة التي أنتم سرتم للبحث. وفي يعني الوقت الحالي من جاء بعدهم من الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين، وللأسف يعني نحن لا نتكلم سياسة هون ولا ولكننا نتكلم عن بيئة جعلت من الكنيسة الأرثوذكسية بساميتها تغيب. لا. فسرتم أو يمكن مقاربة البحث عن هذه السامية. بيئة انتحلت. نعم. بيئة انتحلت
ديانة واسم ديانة، نعم، ولكنها جاءت عكس كل تصرفات الديانة، نعم، وشعرنا أنهم يحاولون بث الفتنة بيننا وبين المسلمين وبفلسطين. يعني نحن ليس لدينا أي نعرة طائفية، جميل جميل، فنحن جدا نحافظ على المسلمين والمسلمون يحافظون علينا. جميل. طيب أبونا، على مدى هذا البحث ومدى سيركم إلى آل بيت رسول الله وإلى الإمام الحسين سلام الله عليه، ما هو وجه المقاربة بين ثورة الإمام الحسين وحياة المسيح عيسى بن مريم وطريقة موته في آخر حياته؟ المسيح عارض، طيب أول شيء لما أقول موته لأني أنظر من خلال نظرتكم طبعاً. أنتم نحن تعرفون طبعاً. في الإسلام نحن نقول أنه رفع، يعني هو رفع ولكن بعد موته، نشرح هذا الأمر في الصعود يعني. أي نعم. ولكن نحن نقول أن المسيح عارض الفريسيين اليهود وعارض بطشهم، نعم، وعارض فسادهم، نعم، وتمردوا عليه وحاولوا قتله، نعم، وحاولوا كل شيء لإبعاده لتشويهه، وهم يعرفون بقتلة الأنبياء. لذلك نحن عندما نذهب إلى الجزيرة العربية ونرى أن هناك من طارد ليس فقط الإمام الحسين عليه السلام، نعم، عليه السلام، وقتله وقطعه إرباً إرباً، وإنما كل أهل البيت طردوا إلى نواحي الهند. يعني هناك من حاول استئصال واقتلاع ما نحن عرفناه وورثناه ونحن عاينا ذلك. لذلك السبب نحن ندافع عن هذه البيئة، لأنها إن ذهبت ليس هناك إسلام. نعم، جميل، صحيح. هو الحقيقة اليوم الكثير شيعة وسنة ما فهموا أن حقيقة الإمام الحسين سلام الله عليه هي الدفاع على هذا الخط النوراني. نعم. هي محاولة الحفاظ والسعي للحفاظ على هذا الخط النوراني. فالكثير يرون أنه فقط خلافة وفقط خلافة سياسية وفقط نهوض لأجل خلافة سياسية، ولكن الحقيقة أن عمق ثورة الإمام الحسين هو عمق للحفاظ على هذا الخط النوراني. فلعله أنتم لهذا السبب أخذكم هذا الطريق إلى الإمام علي في البداية للبحث عن السامية ثم إلى الإمام الحسين. بصراحة عندما قدمت، نعم، إلى دراسة تاريخ الإسلام، ومن عالم كبير قال لي إن أردت أن تفهم الكنيسة الفلسطينية الأولى ليس عليك إلا دراسة الإسلام. جميل. وهناك علامة أمريكي، نعم، كتب عن عادات الكتاب المقدس، نعم، وفي الخمسينات، وقال لتلامذته في أمريكا، قال لهم إن أردتم أن تعرفوا عالم إبراهيم عليه السلام عليكم أن تذهبوا إلى القبائل العربية في البادية والصحراء وليس إلى هذه الدولة المغتصبة التي كان لها 4 سنوات من النشوء. نعم. فهذه الأصوات هنا وهناك أخذتنا نحو هذا التقليد، ولأن لي خلفية به تعمقت وشعرت أن هناك دعوة خاصة للدخول في عمق الإسلام، وخصوصا البحث عن الإسلام الذي فقدناه. جميل. ومن هذا المنطلق أقول لك تعمقنا أكثر في الإسلام، ابتدأت المضايقات علينا من كل الجوانب. نعم. وكأن هناك من لا يريد أن تصلوا إلى هذه الحقيقة وهذا الرابط النوراني بين الإسلام والكنيسة الأرثوذكسية، وأن نتقرب إلى المسلمين ونحافظ على كرامتهم. يريدوننا أن نتقاتل. هل هذا هو السبب لنفيكم إلى سوريا أبونا؟ لم أنفى إلى سوريا، أنا اخترت سوريا. أها، تمام. أنا اخترت سوريا، وسبب خياري لسوريا هو أن سوريا بلاد يعني فيها تعايش وفيها قلوب منفتحة من جميع المشايخ إلى هذا الحوار والتودد إلى المسيحيين خصوصا الوطنيين. ولذلك السبب أنا في سوريا يعني نرى أن هناك أضرحة كثيرة
للتابعين وتابعي التابعين وبعض الصحابة. فكان اختيار مبني على جانب روحاني يربط بين الإسلام والكنيسة. السيدة زينب عليها السلام موجودة في سوريا، السيدة نعم. رقية عليها السلام موجودة. فكان طريقكم لآل البيت مروراً بسوريا ومروراً لا يمكن أن نذهب إلى الإسلام دون المرور بأهل البيت وبهذه البيئة الطيبة. أحسنتم. ونحن كما قلت نحن يعني إن كانت هذه البيئة جاءت فيما بعد تمام. من ذرية السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام والإمام حسين، نحن من أحسنتم من ذرية ما قبل ما ذلك. قبل أحسنتم ما قبل أحسن ذلك. الله إليكم. يلي راح سلام 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 يلي راح سلام سلام دنيا بعد ظلام ظلام والمدامع كلام كلام يلي راح سلام. نرجع على طريق المشاية إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. أبونا، كنا في الحديث وصلنا إلى سوريا ووصلنا إلى أنه لا يمكن التعرف على الإسلام إلا من خلال المرور بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن أعرف منك أبونا، أنت لما تعرفت على الإمام الحسين ووصلت لمعرفة الإمام الحسين، ماذا التمست في هذه الشخصية؟ شعرت بالحزن لما حصل له، ولو كان لي الخيار أن أكون في هذه البيئة وهذه الحالة والأوقات لربما كنت معه في الموكب. لكنت ناصراً له. كنت معه في الموكب. أي نعم. هناك الكثير من المسيحيين كما قلنا كانوا كرامته نعم. كرامة إن كرامة الإمام حسين نحن نحافظ على هذه الكرامة ولا نحب إهراق الدماء ولسنا مع الانتقام والقتل، نحن مع العدل والسلام والمحبة. أحسنت. والإمام الحسين يعني اعترض على الفساد الموجود آنذاك، وأن الحكام يستطيعون أن يفعلون ما يريدون نعم. دون حساب ودون نقد ودون نعم. هو طلب يعني طلب الإمام الحسين تصحيح الأمور نعم. إصلاح الأمور نعم. وهذا ما حاول المسيح أن يفعله، ولكن كما حصل للمسيح من اضطهاد حصل للإمام الحسين من اضطهاد، ولكنها أيضا دونت وسمعنا وعاينا ورأينا يعني المسيرة وحدها من هنا إلى دمشق إلى سوريا بالرؤوس المقطوعة نعم. وفيما بعد إلى سيدة خولة أعتقد نعم. في بعلبك، وهذا كله هذا كله محزن. يعني أنا عندما قرأت عن حياة الإمام الحسين قلت لا يسعنا في الكنيسة الفلسطينية الأولى أن نقبل بهذا العمل، يعني من حيث ما أتى لا نقبل بهذا العمل نعم. ولن نقبل بهذا العمل نعم. وقضية الإصلاح وكل إنسان عنده من القيم الإنسانية ومن الإيمان لا يمكن أن يقبل ما وقع للإمام الحسين. بصراحة متفقون في هذا بصراحة الأمر. بصراحة يعني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يؤم أديرتنا ورهباننا كان هناك حوار واسع يتكلمون مع بعضهم البعض، لذلك كانت المودة كانت هناك مودة ورحمة، يعني يستطيعون أن يتكلموا مع بعضهم البعض دون القتال طبعا. هناك قول مشهور إذا أراد الله تعالى شرا بأمة أعطاهم الجدل ومنع عنهم العمل. نحن نرى اليوم أننا صدقت. في هذه الأوقات أوقات الجدل أحسنتم. العقيم أحسنتم. ولكننا بحاجة إلى الحوار بحاجة. أبونا دعوني أضيف لما تقولون اليوم نرى أنه هذا الجدال لم يقف على أنه جدال، بل دخل في الشجار والصراع دائم، جعلنا نفترق وهذا يخدم عدو لنا. صحيح. طيب أبونا الإمام الحسين بما أنكم درستم كل قصته وكل حياته وكل ما مر به، الإمام الحسين عنده من الخصال التي جعلته وجعلت الله سبحانه وتعالى يصطفيه لهذه الشهادة. نعم. لما استشهد الإمام الحسين أنتم قرأتم أنه كان معه أصحاب، وكان معه بالخصوص أخته.
صحيح السيدة زينب عليه السلام. نعم أنا أعرف أن عندكم رؤية خاصة للسيدة زينب، صح؟ أخبروني عن هذه الرؤية. السيدة زينب عليها السلام هي سيدة الأحزان وسيدة الآلام وسيدة الصبر وسيدة البكاء حتى. نعم صح. وهذه البكاء والدموع من امرأة كسيدة زينب عليها السلام، في كل مرة هناك بكاء هناك وضوء وطهارة وعطر أيضا. نعم. هناك تطهير وتعطير. نعم. لأن من السيدة زينب عليها السلام ومن قلبها المجروح يأتي الكثير من التعزيات، يعني نستشف الكثير من التعزيات وتؤخذ كقدوة لحياتها وصبرها والاهتمام بمن بقي حيا. نعم. والاستمرار في هذه المسيرة والجرأة التي تحلت بها عندما اعترضت، والصبر الصبر في هذه الفترة كان من أكبر الخصال والشيم التي حملتها السيدة زينب. أنا أرى أن هذا الصبر مقارب جدا لصبر السيدة العذراء عندما حملوا المسيح. ولا لا 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 نذهب بعيدا، ورثت هذه الأمور من السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام التي هي أيضا سيدة الأحزان وسيدة الألام. نعم. والمطبات الكثيرة. أحب هذا الربط في كلامكم الدائم من آل بيت رسول الله مع سيدنا عيسى عليه السلام. بالنسبة للسيدة العذراء، يعني قال لها سمعان الشيخ عندما أدخلوا المسيح إلى الهيكل أن قلبها يعني قلب ستغرزه السيوف بالأحزان. نعم. وهي لم تفهم هذه الأمور، كانت تتأمل فيها في قلبها. نعم. وعندما عاينت ما عاينته ورأت ما رأته طبعا بكى القلب كثيرا. نعم. وهناك الكثير من التراتيل والترانيم عن بكاء العذراء ونحيب العذراء وكيف تنظر إلى آلام ابنها وهي يعني وهي أكبر منه. نعم. سنا وعمرا. نعم. طيب أبونا، ما حددوا لي بنظرتكم أنتم وعمقكم في دراسة المسيحية، وهي أصلا ديانتكم، وعمقكم في دراسة قضية الإمام الحسين، ما هي القيم التي اجتمع فيها الإمام الحسين وسيدنا عيسى دفاعا على الإنسانية؟ هناك من ظلم وهناك من ظلم، وهذا في كل الأديان وفي كل الشعوب. نعم. وإن الله مع المظلوم وليس مع الظالم. نعم. وعلينا أن نعي ونعرف أن في ملكوت السماوات وفي عالم الخلود قد نرى هناك أشخاصا من جميع الأمم عاشوا الإسلام وعاشوا المسيحية وعاشوا وسيكونون من هذه الفرقة الناجية. نعم. المحبة. نعم. التي عملت الصلاح. نعم. وعاشت الألوهية بالطريقة يعني بطاعة الله. نعم. وعبادة الله. نعم. وعمل الصلاح. نعم. تجاه الفقراء. نعم. والأيتام والأرامل. نعم. وكل هذه الصفات، هذه الصفات هي صفات الأنبياء وصفات الأئمة الأطهار وصفات الرسل يعني تقولون أن صفات الإمام الحسين هي ذاتها صفات سيدنا عيسى في هذه المسيرة؟ طبعا كلهم، إذا قلنا أنهم مع الله ويؤمنون بالإصلاح ويرفضون الفساد ويرفضون الظلمة، فنحن نرى. عندي سؤال يستفزني هكذا، شبها بين بينهم. عندي سؤال، طيب أنتم عندكم هل ترون أن الأنبياء معصومين؟ أن الإمام، أن سيدنا عيسى معصوم؟ عنده هذه العصمة؟ هناك عصمة، طبعا هناك عصمة ربانية. نعم. وبالنهاية عندما يعيش النبي أو الولي أو الإمام. نعم. في هذه الأرض مع البشر، قد يرى البشر بعض الأمور بأنها لربما مطبات. نعم. ولكن الله تعالى لا يرى هذه مطبات. نعم. لأنه يعرف أن هذه تؤدي إلى شيء ما. إذن تقولون أن اصطفاء سيدنا عيسى لأنه معصوم، أو العصمة جاءت بهذا الاصطفاء، صح؟ أنا أقول سأخبرك لماذا أقول هذا الكلام. أنا أقول إن الله، إن بالنهاية إن الله
هو سبب وصاحب هذا النوع من الفكر. نعم. وهو صاحب هذا النوع في نهاية المطاف، عندما أنا أقول أحياناً هناك أمور لا نعرفها. صحيح. وعندما نذهب إلى السماء سيشرحون لنا. طبعاً. لأجل لا نعرف ثورته لماذا وكيف، من خلال الإعلام، من خلال تشويه قضية الإمام الحسين. كثيراً ما شوهت قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، وأدرجت تحت راية بعض الممارسات الدخيلة التي جاءت وغطت حقيقة هذه المجالس الحقيقية للإمام الحسين التي تحمل حقيقة ثورة الإمام الحسين، وسعى الإعلام في التضليل في هذا الأمر. أود أن أعرف رأيكم في هذا الموضوع وفي بالتدقيق حقيقة ثورة الإمام الحسين ومدى التضليل الإعلامي في هذه أو عن هذه الثورة، ولكن إن شاء الله نكمل هذا في الحلقة المقبلة إن شاء الله بإذن الله تعالى الله. على طريق الإمام الحسين في برنامج في طريقي إلى الإمام الحسين. أهلا وسهلا. يلي راح سلام سلام.